انتبهوا جميعاً، أنا قادم. انتبهوا. توقفوا. يا مسكين. إنه بخير. علينا أن نجد حلاً قبل أن يصاب أحدنا بأذى. نحتاج إلى إشارات للسير، وربما إلى من يساعد في تنظيم السير. أنا أنظم السير. انظروا. هذا ممتاز. هيا جميعا لنصنع إشارات للسير ونضعها حول حلبة السباق كي نتدرب بأمان. كيف أستطيع الانزلاق حول حلبة السباق؟ الطريق آمنة؟ نعم، بهدوء وتوازن. انطلق يا رومبا دون تسرع. وانتبهوا كيف أسير. وأكون حذرة. أحسنت يا رومبا. شكرا، هذا مسلم، لكن ما زلت أتمنى أن تسمح لي روزي بركوب العربة. الأحمر يعني أنتقم، لكن لا شيء هنا. يجب أن تحذر، لا نريد أن تقع حوادث. وأنا الآن طائر السير، وعليك أن تفعل ما أقوله. شكراً يا بلبلة. هيا، الأخضر يعني انطلق. أخيراً. أولاً بلبلة، والآن إشارات السير هذه. قف! انطلق! تمهل! استدر! انطلق! أعني استدر! أعني لا! مع كل هذه الإشارات تعقدت الأمور أكثر وصارت أخطر. طيور! منعطف! أظن ذلك يا روزي. أنا آسفة جداً، إنها غلطتي. كنت أطلب من الجميع أن ينتبهوا، لكنني أنا التي تسببت في الحادثة. لا تحزني يا روزي، لقد بذلت جهدك لتجعل الوضع آمناً، وربما بالغت في ذلك قليلاً. أظن أنك على حق يا رومبا، ربما علينا أن نتخلص منها. ولكن ماذا عن عملي؟ أنا طائر سير بارع، صحيح؟ لقد اجتهدت يا بلبلة، ولكن كيف نجعل الوضع آمناً؟ حسناً، أنا تعلمت بعض الأفكار عندما تدربت على المزلاج. أتريدون أن أريكم؟ نعم، من فضلك. نعم. توقفوا جميعاً. ما الأمر يا رومبا؟ نتوقف عند طرف الممر ونتأكد أن الطريق خالية قبل أن نعبر. هذا للاحتياط. تفكير سليم يا رومبا. الوضع آمن يا رومبا، هل سنعبر الآن؟ نعم. انتبهي يا لين، هناك حفرة. شكراً يا رومبا، أنا كدت أقع.
أحسنت يا رومبا. يبدو أن علينا جميعاً أن ننتبه أكثر. تمهلي يا حبات البلوط، يجب أن تكوني حذرة أثناء عبور الناس. هل هذا يعني أنني لن أقود بسرعة؟ لا، علينا فقط أن نكون أكثر انتباهاً، وكذلك فإن الأسرع لا يفوز دائماً كما تعلم. ماذا تعني؟ هذا شيء علمتني إياه أرزا. حسناً، هل لديكم أي أسئلة؟ نعم، هل نتسابق الآن؟ ما رأيك يا رومبا؟ أجل، حان وقت السباق. حسناً جميعاً، الفائز بالسباق هو من يدخل إلى المتاهة ويرفع علم النصر عالياً. جاهزة يا بلبلة؟ استعدوا، تأهبوا. ابقي على طرف الحلبة يا بلبلة، الأمان أولاً. هيا يا روزي، هيا يا رومبا، أسرع يا بيتون. أنا سأمر. هذا ما تعتقده. أحسنت عملاً يا رومبا. أرزا كانت محقاً، لا يجب أن أكون الأسرع لأفوز، كان يجب فقط أن أكون بأمان. يوهو، هل أنتم هنا؟ مرحباً جميعاً، أتودون الخروج لنلعب؟ آسف يا لين، نحن نصنع رجلاً آلياً. رجل آلي؟ نوعاً ما. لو كان عندي رجل آلي حقيقي أو ربما أفضل، أود أن أصنع أرنباً آلياً. هذا سهل جداً، لا عليك يا رومبا، أنا سأصنع لك أفضل أرنب آلي. سأساعدك، أنا ماهرة للغاية. هيا يا كرز لنبدأ العمل. ترى كيف يتحرك الآليون؟ هكذا. انظر يا بينون، لنستعمل جهاز التحكم القديم للتحرك. ولعبتي القديمة نجعلها وجه الآلي. يبدو الأمر مسلياً. ماذا تفعلين؟ أحاول تجميله. لا خطأ، أنت تتلفينه، ستلتصق عليه هذه الأشياء ولن يعمل. بل سيعمل. ما رأيك يا بينون؟ لا أعرف فعلاً. كل منكما عنده أفكار جيدة. ممتاز، حسناً يا بلبلة، يمكنك أن تنظري. ما رأيك؟ إنه بشع جداً. هل يمكن أن تجعله أجمل؟ أعرف ماذا ينقصك، سأعود حالاً. بينون. مرحباً يا كرز، كيف تجري الأمور؟ قالت بلبلة إن علي أن أجعله أجمل، وأنا لا أعرف كيف، هل تساعدني؟ أنا لا أستطيع. لماذا؟ لو ساعدتك لن أكون منصفاً تجاه لين. لا أستطيع أن أساعد أياً منكما، آسف يا كرز. ترى، انظر إلى هذه الريشات. الآن سيصبح أرنبك الآلي جميلاً مثلي. شكراً يا بلبلة، هل ستعجب رومبا؟ طبعاً، هناك أشياء كثيرة تعجبه، أرجوحته، الطعام، وطبعاً روزي. لو أضفتها لأرنبك الآلي فسيكون هو الأفضل بالتأكيد. كما ترين يا بلبلة، ربما لم تكن أفكار لين سخيفة. ليس المفروض أن يفعل هذا. كرز أبرع في جعل الأشياء تتحرك. هل تستطيع المساعدة يا بينون؟ آسف يا لين. ما الأمر؟ ما هي
هي المشكلة؟ أرنبي الآلي يقع باستمرار. يشبه هذا بناء الأعشاش. حقا؟ نعم، ليس هناك أسوأ من عش مهتز. ما يجب عمله هو اختيار أفضل أغصان ليتماسك الجزء الخارجي. شكراً يا بلبلة. ربما إن بدلت هذه الأجزاء أيضاً هكذا. ربما أفكار كارز لم تكن سيئة تماماً. الجميع جاهزون؟ 3، 2، 1. الآن. أنتم لم تروا شيئاً بعد. انظروا الآن. ما كان يجب أن يحدث هذا؟ طبعاً أنا لم أساعد في هذا الجزء. رائع، أعجبني. انتظروا جميعاً لتروا أرنبي الآلي. انظروا إلى الأمام. هيا انطلق. لا، تذهب في الطريق الخطأ. توقف. سأساعدك. هيا يا أرنبي، أنقذ الوضع. يدغدغني. ربما كان يجب أن أساعد كارز ولين. كسر أرنبي الآلي. وأنا أيضاً. لم تعد لنا أرانب آلية. أوه لا، إنها أفضل أرانب آلية كنت أحصل عليها. أنا آسفة. وأنا أيضاً. كان يجب أن نتفاهم معاً ونصنع أرنباً آلياً معاً. آسفة يا كارز. آسف يا لين. أوه، هونا عليكما. هاي، هل تذكران حركاتي كرجل آلي؟ لقد أوحيت لي بفكرة يا بينون. سأصنع رجلاً آلياً يفعل ما يطلب منه ولا ينكسر. هاي، لا تتلصصوا. هذه مهمة سرية جداً. عملية الأرنب الآلي الخارق. حسناً جميعاً، انظروا الآن إلى الأرنب الآلي الخارق. دورك يا روزي. تادا! إلى الأمام. والآن دوراً. على رجل واحدة. واو، هذا أفضل أرنب آلي على الإطلاق. اسمي لين الآلية، تشرفت بمعرفتك. يسار، يمين، خذي البسكويت، أحضريه إلي أرجوك. أنا أحب روزي الآلية كثيراً، لكن أنا أفضل صديقتي روزي بدلاً منها. حتى لو أنها لا تفعل ما أطلبه دائماً. روزي الآلية لا تحب الأرانب الأشقياء أبداً. هي يا روزي أرجوك. رسالة في زجاجة. الجو حار للغاية اليوم، لذلك سوف يسعد الجميع لأننا سنوصل طلبات عصير التوت. الجو شديد الحرارة، لكن لحسن حظكما عصير توت روزي وكرز وصل بالفعل.
شكراً. هذا أفضل. سنجمع الزجاجات الفارغة ونتحرك لتوصيل الطلبات الأخرى. علينا أن نفترق. سأذهب إلى القنادس ثم إلى بلبلة. سأوصل باقي الطلبات. من يوصل الطلبات أولاً هو الفائز. وداعاً. شكراً لكما. الحرارة شديدة. هذه نسمة لطيفة. نعم، لكن هذا متعب. نحن نحتاج مروحة كبيرة، وأعرف بالتأكيد من يمكنه أن يساعدنا في بنائها. أهلاً ميت. أهلاً نت. كنت أخبر بطة منذ عدة أيام عن مدى براعتكما في بناء الأشياء. هناك شيء يمكنكما بناءه لأجلنا. يمكننا بناء أي شيء يا نت. بالطبع يا ميت، يمكننا. أخبرانا ماذا تريدان أن تبنيه، وسوف نبنيه لأجلكما. عظيم، رائع. واو. واو واو واو. فلأجرب السير إلى الخلف. لابد أن أخرج منها وأدفعها. النجدة! النجدة! ساعدوني! ترى ما هذا؟ رسالة في زجاجة. شخص يلوح بيديه وتل فكري. أتساءل من أرسلها. سأتوجه إلى تل فكري حين أنتهي لأرى الأمر. شكراً يا روزي، جعلني العمل أعطش. أنت محق. أراك لاحقاً يا بينون. وداعاً. وداعاً. الآن إلى شراب منعش من عصير التوت. ها؟ رسالة؟ هذا غريب. لابد أنها رسالة من روزي. يبدو أنها تريدني أن أقابلها عند تل فكري. حسناً، سأذهب حين أنتهي من عملي هذا. كدت أنسى. لابد أن أملأ صندوق تفاح لأجل رومبا. زجاجة عصير توت شهي. أشكرك يا روزي. والكثير من الزجاجات الفارغة لتمثالك. إنه يبدو رائعاً. شكراً لك. أراك لاحقاً. وداعاً. هذا غريب. لابد أنها من روزي. تريد لقائي لاحقاً عند تل فكري. ترى ما السبب؟ ولكن الجو أقل سخونة في الظل هنا يا فكري. ما هذا؟ يبدو أنه يوجد من سيتقابل هنا. لست من أرسلها. من أرسلها إذن؟ لست أنا ولا أنا. إذن من منكم أرسل رسالة؟ ظننت أنك من أرسلها. وأنا أيضا ظننت أن بينون أرسلها. إذن لا أحد هنا أرسل رسالة. لست أنا. لم أرسلها. إنه أمر غريب. وأين كرز؟ لابد أنه وصل الطلبات كلها. كلا، لم يفعل. أنا لم أحصل على زجاجتي من عصير التوت، وأنا أشعر بالعطش الشديد. دعيني ألقي نظرة أخرى عليها. إنها متسخة قليلاً. سأحاول أن... إنها حوامة كرز. غرست في الطمي. لابد أنها رسالة من كرز. انظروا، السهم يشير إلى سد القنادس.
وليس إلى تل فكري. أسرعوا، علينا مساعدته. نعم، كانت الرسالة مني. صرخت طلباً للمساعدة لكن لا أحد سمعني، لذا رميت بالزجاجة في جدول الماء. حسناً، لقد وصلت المساعدة. هيا جميعاً فلنصطف وندفع. هيا فلتدفعوه. هل تلعبون في الطمي؟ بل نحاول مساعدة كرز، فهو عالق. عالق في الطمي؟ نحن لا نعلق أبداً في الطمي يا نت. ما تحتاجونه هو وضع الكثير من الأغصان والفروع تحت العجلات كي تخرج من الطمي. الآن من الذي نعرفه ولديه الكثير من الأغصان والفروع؟ أوه. هذا سيفلح بالتأكيد. أدري الحوامة الآن. السباق الكبير. هيا نتسابق يا روزي. ليتني أفوز، ليتني أفوز. مسكين رومبا، دائما أسبقه. ربما هذه المرة. سبقتك، ربحت، ربحت، أنا الأسرع. أحسنت يا رومبا. أنا نجحت وسبقت روزي. أنت فزت. نعم تقريبا. أنا الأسرع، أنا الأسرع، ولكن لست أسرع مني. كرز أسرع من رأيت. لكن رومبا سبق روزي. وسأسبق كرز في أي يوم. أتتحدى؟ ربما كلاكما الأسرع، لكن أنا وحدي الأسرع والأسرع والأسرع. حسناً يا رومبا، لنتسابق إلى البستان. أوه لا، تركت رومبا يفوز علي، لكنه لن يسبق كرز. مهلاً، إذا أردنا تحديد الأسرع فعلينا التحضير لسباق ضخم حقيقي. مع خط بداية وحكم وجائزة. جائزة للفائز. أحببت الفكرة. وأنا أيضاً. أوه لا أصدق، أستطيع أن أفوز بأي سباق. أيقظوني حين تجازون. أنا فزت عليك يا روزي، لذا سأسبق أي شخص. إذا أردت الفوز بهذا السباق فستحتاج إلى مساعدتي. بعض التمرينات للرشاقة. والآن أسرع. 1، 2، 3. حلبة السباق جاهزة. تعال يا وانظرا، هناك سلة توت ضخمة للفائز. تقولين توت؟ يجب أن أفوز يا روزي. اقفز بخفة كالغزال يا رومبا. ماذا تفعلان بالضبط؟ روزي تمرنني. سأهزم كرز بالتأكيد. عليك أن تتمرن جيدا. هي هذا لي. روزي تمرن رومبا، وهناك سلة توت كبيرة للفائز. أنت تحتاج إلى مدرب. ولكن أنا الأسرع، لا أحتاج للتمارين. ليست قصة الأرنب والسلحفاة السخيفة. حلبة السباق ليست سخيفة، إنها شاسعة. البداية من هنا، تعبران المتاهة ثم الأشجار، تعبران الملعب حول الأراجيح وصولا إلى حديقة روزي، ثم تعودان إلى هنا. يبدأ السباق الساعة 3. لديكما الوقت الكافي لتستعد. ساعديني. يمكنك الفوز يا رومبا، وتذكر بخفة الغزال. تشجع.
بمساعدتي سيحقق كرز فوزا ساحقا. سوف نرى قريبا، صحيح يا رومبا؟ يام رائع. والآن جاهز يا كرز؟ جاهز يا رومبا؟ استعد مع إشارتي. هيا هيا يا رومبا. هيا يا كرز، تقدم يا رومبا. رومبا يستطيع الفوز. لا لا لا، كرز أسرع، تلقى تدريباتي البلبلية. سيدخلان المتاهة، لن تسبقني. من يتقدم؟ لا أريد أن أرى هذا. هيا يا رومبا، فكر في التوت اللذيذ. ليس أسرع مني. كرز متقدم. يا بينون، استعد لتسليم الجائزة لكرز. لم ينتهي السباق بعد. سيحزن رومبا كثيرا إذا خسر السباق. جريت كثيرا اليوم، أحتاج إلى الصراحة. رومبا متعب أكثر مني، مجرد الصراحة قصيرة. التوت، أنا أحبه. برشاقة الغزال يا رومبا، برشاقة الغزال، برشاقة الغزال، ولأجل التوت. كرز نائم. أستطيع أن أنام أنا أيضا فترة قليلة، وسأصحو وأسبق كرز. لما تأخر هكذا يا ترى؟ لا أخبار. لا، أخبرني، هل حدث لهما مكروه؟ من الفائز؟ من الفائز؟ لم يعد يهمني من الفائز، المهم أن يكون بخير. ربما علينا اللحاق بهما. رومبا، كرز، ليس هنا. أنا لا أصدق. إنهما هنا. انهضا، يجب أن تنهي السباق. إنهما منهكان. تعالوا، عندي فكرة أفضل. الفزت يا روزي. تخطيتما خط النهاية في العربة نفسها، وهذا يعني التعادل. وأيضا ستقتسمان التوت البري. أوه نعم، أنا جائع جدا. مع أن التعادل غير حماسي، لكن السباق كان رائعا. ونحن نقبل أن نقتسم الجائزة، صحيح؟ فزنا معاً.
انظري يا روزي، آكل التوت بسرعة كبيرة، ليس أسرع مني. نو 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 نو